سنملأ أنفاقهم بغاز الأعصاب ونشل حركة أجسادهم لمدة 6 ساعات ونقضي عليهم. خطة إسرائيلية مرعبة للقضاء على أنفاق كتائب القسام. أشار موقع ميدل إيست في تقرير مسرب خطير جداً بأن إسرائيل ستعتمد على عنصر المفاجآت لكسب المعركة بشكل حاسم باستخدام الغازات المحرمة دولياً، وخاصة غاز الأعصاب والأسلحة الكيميائية، كما سيتم ضخ كميات كبيرة من غاز الأعصاب في الأنفاق. وستشرف قوة دلتا الأمريكية على ضخ كميات كبيرة من غاز الأعصاب في أنفاق حماس، تكون كافية لشل الحركة الجسدية لفترة تتراوح بين 6 و12 ساعة. وخلال هذه الفترة سيتم اختراق الأنفاق وإنقاذ الرهائن وقتل الآلاف من جنود كتائب القسام. ويقول موقع ميدل إيست إنه تواصل مع البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية للتعليق على هذا الأمر، لكنه لم يتلقى أي رد. وتقول المعلومات المسربة إن تفاصيل العملية قد تم الاتفاق عليها، وإن الحديث عن تأخير إسرائيل لغزوها البري ما هو إلا معلومات مضللة تهدف إلى كسب عنصر المفاجأة في هجوم متعدد الأوجه سيشمل هبوط قوات خاصة إسرائيلية في شمال غزة وعلى طول الساحل. رفض مجلس الأمن الدولي الأربعاء مشروع قرار أمريكي بشأن الوضع في غزة لم يتضمن دعوة إلى وقف إطلاق النار، وذلك بعد استخدام الصين وروسيا حق النقد الفيتو. وأوضح مراسل الميادين أن مشروع القرار الأمريكي سقط بسبب معارضة روسيا والصين، بينما امتنعت دولتان عن التصويت لينال 10 أصوات. وفي السياق أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن أن المشروع الأمريكي الذي طرح يشجع إسرائيل على خوض حرب برية من شأنها توسيع النزاع على امتداد المنطقة. وتابع نيبينزيا أن الأمريكيين تجاهلوا كل الملاحظات التي قدمت إليهم، بحيث إن هذا النص لا يدعو إلى وقف النار وعدم التعرض للمدنيين وأملاكهم في غزة، أي إنها وثيقة لا ترمي إلى حقن دماء المدنيين، بل إلى منح إسرائيل الحق في شن هجوم بري. وأضاف أن القتلى بالآلاف ومجلس الأمن لا يزال عاجزاً عن طلب وقف القتال بسبب مصالح دولية خاصة، مؤكداً أنه لا يجوز للمجلس تبني هذا القرار لأنه يمنح إسرائيل رخصة للقتل. وشدد نيبينزيا على أن مشروع القرار الأمريكي بمثابة ترخيص من المجلس لمواصلة الهجوم الإسرائيلي، موضحاً أنه لا يمكن تمريره لأنه سيفقد المجلس مصداقيته تماماً. حاخام إسرائيلي يقلب الطاولة على الجميع ويتهم مصر بمساعدة القسام في الهجوم الذي هز العالم. والجيش المصري يحتشد على الحدود. اتهم الحاخام الإسرائيلي يحاد حداد مصر بمساعدة حركة حماس على مهاجمة إسرائيل، وأن القاهرة تصدر الدواعش إلى إسرائيل. وأضاف الحاخام اليميني المتشدد أثناء حديثه لمجموعة من تلاميذه إن إسرائيل ستدرك قريباً إن مصر متورطة في الجريمة ضد إسرائيل، وإن مصر أدخلت الدواعش من أكواخ سيناء إلى غزة عبر معبر رفح ومحور صلاح دين. وتابع بأنه قد أعلن منذ فترة بأن بدو سيناء هزموا داعش في سيناء، لكنهم لم يهزموهم بل غادروا سيناء إلى غزة ودخلوا إلى إسرائيل. وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة أن الجيش المصري حشد خلال الأيام القليلة الماضية قوات عسكرية ضخمة في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة الذي يشهد عدوانا إسرائيليا كبيرا. وقالت المصادر أن قوات الجيش أعادت عشرات الدبابات والمدرعات
وناقلات الجند إلى مدينة رفح بعدما سحبتها قبل عام إثر طرد تنظيم ولاية سيناء الموالي لتنظيم داعش الإرهابي. الأمور تخرج عن السيطرة، الدبابات الإسرائيلية تدخل أرض غزة ليلاً، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الخميس إن القوات البرية الإسرائيلية قامت بتوغل كبير نسبياً في قطاع غزة خلال الليلة الماضية. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التوغل البري هدفه مهاجمة مواقع لحماس الحركة الفلسطينية المصنفة على لائحة الإرهاب في الولايات المتحدة. ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو يوثق العملية على منصة إكس قائلاً إن قوات المشاة والدبابات ضربت العديد من الخلايا الإرهابية والبنية التحتية ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في غزة خلال التوغل البري. وذكر الجيش أن القوات خرجت من غزة بعد التوغل وعادت إلى الأراضي الإسرائيلية. واستدعت إسرائيل 360 ألف شخص من الاحتياط وحشدت جنودها عند الحدود مع غزة تمهيداً لهجوم بري محتمل رداً على هجمات شنتها حركة حماس يوم السابع من أكتوبر. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد الأربعاء أن الجيش سيمضي في خطط التوغل البري إلى القطاع بعد أن أعلنت الدولة أن هدفها يتمثل في القضاء على حماس. السياسة المريضة التي تقوم بها إسرائيل منذ تأسيسها، هذه أمور تدل على أنهم قتلة جنى ومرضى عقليون أيضا. أردوغان ينقلب على إسرائيل ويفاجئها ويصفهم بالمجرمين والمرضى العقليين، وتركيا ترسل طائراتها نحو فلسطين. يقومون بالدعس على جثة خصمهم ويتحدثون ويلقون خطابات عن حقوق الإنسان. لا يوجد قاتل بهذا الشكل سوى إسرائيل. يوهمون الآخرين بأنهم يتعرضون للظلم ويظلمون الناس، وهذا الأمر هو واحد من أكبر أعراض الأمراض العقلية. إن هجمات إسرائيل على غزة من يقوم بها ومن يدعمها، هذه أمور تدل على أنهم قتلة جنى ومرضى عقليون أيضا.